طبعا هيدي تاني تجربة عم نختبرها بقصة الكوفيد، لأنه هيدي سكند أوت بريك عندنا بلبنان، فلاحظنا إنه الأعداد زادت بسرعة كتير قوية، فنحن تنقدر نتأقلم على الأعداد اضطرينا نفتح يعني فتح طابق دغري بسرعة، زدنا أعداد العناية، أول شيء كانت عناية منها مفتوحة فتحت من أول جديد، هذا الشيء ذكرنا بأول فترة أما كمان كان الأعداد كتير كبيرة، واضطرينا نفتح 4 عناية فائقة والأزمة الجديدة اللي نحن مرقين فيها هي استنزافنا نحن كموارد بشرية، يعني نحن عندنا طاقة معينة نقدر نستقبل مريض ومريضين وثلاثة، بس لما يجوا 4 5 مع بعضهم تعبانين بحاجة لعناية فائقة، بحاجة لتنفس اصطناعي، بأرضها لازم تصير حتى ما يصير تقصير على هذا المريض، فنحن عم نوصل لمرحلة إنه كمان نحن في بيرن اوت، في قدرة جسدية ويعني نفسية عم نتخطاها بكثير من المواقف. نحن بظل الظروف الصعبة اللي مرقنا فيها وعدة مطبات مرقنا فيها منها الكوفيد منها الكورونا، نحن عم نواجه مشاكل مستجدة بزيادة أعداد المرضى، يعني مش عم نلاقي محلات نحط المرضى فيهم، بنقص بالمعدات الطبية، بنقص بالأدوية، وهذا كله عم يعمل ضغط من ناحية علاج المريض. نتيجة الأوضاع الاقتصادية اضطر بعض الأطباء أو عدد كثير من الأطباء والتمريض لحتى يهاجروا لبرا لبنان، هذا خلى عنا يكون في نقص بمختلف الاختصاصات ونقص من الممرضين والأطباء اللي هن مضطرين يكونوا بالصف الأول لمساعدتنا لنطلع من هيدي الأزمة بخير وسلامة وبأقل ضرر ممكن. خوفني هو الانتشار بضمن عناصر الشبابيه، يعني الشباب كثير يعني عم يجوا مور ادفيرس، عم يجي اعمار صغيره كلها عم يضطر نحطها على تنفس اصطناعي، بتلاقي هيك يعني شباب بعز شبابها بعز طاقتها اللي قادره هي مفترض تعمل شيء بالمجتمع، كلياتهم عايزين اكسجين وعم يروحوا على تنفس اصطناعي وهلا هن يشفوا ما بيشفوا شيء، بصير قدره ربانيه، بس انه هذا الوضع هيك. بس